يعني زي ما احنا عارفين وكنا بنتكلم مع حضراتكم ان حلقات مسلسلات رمضان كلها تسلسل درامي كله يعني نوع من انواع التشويق والسلاسة في العرض تحديدا، سواء كانت الاعمال الوطنية او الاجتماعية والكوميدية ايضا. الحلقة الثالثة من مسلسلات رمضان كانت كلها احداث شيقة، سواء كانت زي ما قلنا يعني أي ما كانت الأعمال الدرامية، وطنية اجتماعية كوميدية، حتى يعني الحاجات الكوميدية كمان كان فيها التفاف كبير قوي. اليومين اللي فاتوا الحلقات كانت بتزيد وتيرة يعني الأحداث فيها، عشان كده في الملخص اليومي بنعرض لحضراتكم أهم الأحداث اللي حصلت في الحلقات الخاصة بمسلسلات رمضان اللي فاتت. الحلقات الثالثة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 واللي شهدت تنفيذ مهمة في قلب نفق كان موجود فيه إرهابيين. المهمة أسفرت عن القبض على أحد القيادات الإرهابية اللي اسمه أبو عمار، وده شكل ضربة أمنية ناجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالي سيناء بقيادة الشيخ موسى اللي بيجسد دوره الفنان خالد الصاوي. وفي مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي شهدت الحلقة الثالثة وصول الإمام الشافعي الأرض مصر، وبتبدأ رحلة البحث عن رسائل الإمام الليث بن سعد مع الإمام مالك مع تلاميذه لجمعه وترتيبه وتدوينه، لكن هل يترك له ابن الوالي الأرعن وقت الكل ده؟ في الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع طلبت الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية من مربوحة والكبير خلال أحداث الحلقة إنهم ينفذوا تعليماتها لتعزيز العلاقة بينهم علشان يعيشوا حلاوة البدايات، لأنهم اتجوزوا جواز صالونات وما مروش بفترة خطوبة. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ اللي ذاكر ذاكر، ليه تلعب في الوقت الضايع؟ طيب مبدئيا أنا مبسوطة جدا إنكوا جيتوا هنا. أنت اللي مبسوطة؟ أمال أنا أقول إيه؟ دنيا الفرحة ما سيعنيش. في الحلقة الثالثة من مسلسل سوق الكانتو حصل نقاش حاد بين مدام ماري صاحبة الأتيلي وراوية اللي بتجسد شخصيتها النجمة مي عز الدين. المشادة حصلت بينهم لأن صاحبة الأتيلي بتعايرها بالديون اللي على والدتها، وهنا دخل ابنها يوسف وأبدأ إعجابه بجمال راوية اللي استأذنت للانصراف. ما تتكلم يا مراد. لا خواجة حملك عليا، أنا ما سألتش حاجة، الست اللي عند حضرتك هي اللي كلمتني وطلبت مني ابيع لك الهدوم بعد ما طلقت كمال يا مراته. طلاق ايه؟ انت مجنون؟ دي هرمية. الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة شهدت تصادف مقابلة الفنانة إيمان العاصي بوالدها الفنان طارق النهري قدام بيتها في السيدة زينب، وقام بعتبها بعد ما قطعته هو وأسرته بعد ما تسببوا لها في إسقاط جنينها. واللي انت سقطتها دي مش برضو بنتك؟ بقول لك ايه؟ ما تقومش على عم. أنا أمك كبرنا وبصرنا نموت، وساعتها ضميرك هو اللي هيأنبي. كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة أحداث كتير، منها مثلا اجتماع درغام أو أحمد بدير بأولاده، ومن بينهم بنته كابر بسمة اللي متجوزة من محمود حافظ. وأثناء حديثهم عن الدكتورة صفية وعملية الختان عدى من قدامهم شخص مجهول وصوب المسدس ناحية درغام وأطلق الرصاص عليه، وبمجرد ما شافته كابر حاولت تتفادى أبوها. اتفضلي يا حضرة العود. أنا مش مصدقة عم أبو نهرو ده، هو غريب شوية بس لذيذ. أنت لسه شفتي حاجة؟ يا لهوي يابا! ادري يابا! أنا شوقي! شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج تصاعد المشاكل والأزمة بين رؤوف طارق لطفي وشيرين عائشة بن أحمد، وحاول رؤوف تحسين حياتهم للأفضل بعد الملل اللي أصابهم وشعوره الدائم بالوحدة، وعزمها على العشاء واتكلم معاها. طيب ده من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر أي حد عاقل. أنت شغلك الحمد لله ماشي كويس، وأنا كمان العيال كويسين في المدارس وفي التمارين وفي الدروس وفي كل حاجة، والبيت كويس. في ايه؟ معلش
خديني على قد حالي، وانا مش طالب حاجه كبيره، مش طالب معجزه يعني. بصي يا حبيبتي، كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج تفاصيل كتير. جميلة راحت لمصلحة الشهر العقاري علشان تعرف الحقيقة من خلال بحثها عن الموظف اللي وثق العقود لوالدها من 3 سنين. وسيلة معينة أنا جاية مخصوص عشانها. أنا محتاجة أقابل الموظف اللي وثق العقود دي. بس العقود دي بقى لها 3 سنين. أيوة، إيه المشكلة؟ حتى لو الموظف اتنقل في مكان تاني سهل جداً نعرف هو فين دلوقتي. الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال شهدت مفاجأة صادمة. اكتشف السواق الخاص بعمر خيانة الأخير مع بوسينة بعد ما شافهم مع بعض جوه البيت، وهنا انتهت الحلقة عند المشهد ده. نعم هتوحش. مسلسل ضرب نار الحلقة الثالثة شهدت العديد من الأحداث. مهرة اللي بتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز حست إن واحد من الرجالة ماشي وراها لحد ما اكتشفت إنه جابر أحمد العوضي، وهنا قرر يمشي معاها على النيل وكلمها عن نفسه وقال لها إن عنده ورشة في الصعيد اسمها الكوماندا وعايز يأجر المحل اللي في أول الشارع، وهنا أكدت له مهرة إن المحل ملكها هي وإخواتها وإنها هتتكلم مع إخواتها علشان يأجروا منهم. أو أفتحوا وأكل منه لقمة حلال. دكانة إيه؟ دي الدكانة دي بتاعت أبويا أنا وإخواتي، ملكنا يعني. أبقى أشوف مكان تاني زي بعضه. استنى بس، قول لي أنت عايزها في إيه؟ يعني كنت عاوز أفتحها ورشة كاوتشات. كاوتشات؟ إيه كاوتشات إيه دي؟ كاوتش، يعني كاوتش ملاكي نجل عجل يعني. بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بالمواجهة بين نادرة نيلي كريم وعبد الجبار جمال سليمان بعد ما فجرت مفاجأة بكتابة الأرض باسمها قبل وفاة بلال علي الطيب، وحاول عبد الجبار وأولاده يرجعوها عن قرارها لكنها أكدت له إن تنازلها عن الأرض هيكون أمر مستحيل. ولدي ما يعملش كده، أنا بقول الحقيقة. بس إحنا لسه جاهلين إنه ما عندناش حريم تونس. دي أرض ولدي وهي في أمانتي لحد ما يكبر. هتكوني أمينة عليه أكتر مني؟ العفو كبير، بس دي وصية المرحوم. الحلقة الثالثة من مسلسل سر الباتع شهدت أحداث ومعارك كتير بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شاتانوف ونابليون خلاها مقر للحملة، وهنا اجتمع أهل القرية واتناقشوا حول موقفهم من الحملة وهل هيبدأوا بالهجوم على الحملة ولا هيستسلموا.